هل يجوز الصلاة بعد العصر حيث إن بعض أهل العلم أجاز بعدها وعلل ذلك بأن النهي بعد الصلاة العصر مباشرة فقط؟ إيش؟ يقول هل يجوز الصلاة بعد العصر حيث أن بعض أهل العلم أجاز الصلاة بعدها وعلل ذلك بأن النهي بعد صلاة العصر مباشرة فقط؟ إيش هالكلام هذا؟ هذا كلام متناقض. إذا صلى الناس العصر دخل وقت النهي، لا صلاة بعد العصر يعني بعد صلاة العصر، فيبدأ النهي إذا صلى العصر هو أو صلوا الناس. حتى لو صلى هو منفرد صلى العصر دخل النهي في حقه هو، دخل النهي في حقه هو، فكل من صلى العصر فإن النهي يبدأ عن صلاة النوافل. ولا أعرف أحد من العلماء يجيز الصلاة بعد العصر إلا ذوات الأسباب، هذه اللي فيها الخلاف، نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد العصر، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا عمل عملا أثبته، هو خاص به صلى الله عليه وسلم.